أستاذ أمين الشامي الأمين العام لائتلاف صنعاء للإغاثة والتنمية، أهلا وسهلا بك أستاذ أمين. أهلا وسهلا، حياكم الله. النازحين من صنعاء كانوا أول النازحين نستطيع أن نقول، ونزحوا كثير منهم نزحوا إلى محافظات متعددة، والكثير منهم نزح إلى محافظة مأرب. لو تجمل لنا وضع النازحين في محافظة صنعاء. في البداية شكرا لقناة عدن ورضاكم قناة عدن الفضائية على الدور الكبير الذي تقوم به، والشكر كذلك موصول للمشاهدين الكرام. حقيقة للعام السابع أو السادس على التوالي، والمأساة كل يوم تزداد. النازحين في من أبناء محافظة صنعاء، من كل مديريات محافظة صنعاء الذين نزحوا إلى مأرب، وقبلها إلى مخيم الخانق في مديرية نه. تنقلوا في أكثر من مخيم، يعني كان أول مخيم تم إنشاءه في 2016 كأول نزوح لنازحي مديرية نهمة التابعة لمحافظة صنعاء. هذا المخيم الذي كان يحتوي أكثر من 1250 أسرة، استمر إلى بداية 2020 إلى أن تدورت الأحداث. ثم بعد ذلك انتقل النازحون إلى مكان آخر هروبا من جحيم الحرب. في الحقيقة المأساة كبيرة، يعني نازحي محافظة صنعاء أكثر من 10,000 أسرة نازحة من مختلف مديريات محافظة صنعاء في محافظة مأرب وفي بعض المحافظات الأخرى، لكن العدد الأكبر أو الكبير 90% في محافظة مأرب. طبعا تم إنشاء مخيم خاص في بداية 2018، مخيم الميل، لمجموعة من هؤلاء النازحين، وأعداد كبيرة منهم في متفرقين على مخيمات مأرب التي يزيد عددها عن 150 مخيم. حقيقة الوضع مأساوي بكل ما تعنيه الكلمة. نعم، أنتم في ائتلاف صنعاء للإغاثة والتنمية، يعني ما الذي قدمتموه للنازحين أبناء محافظة أو العاصمة صنعاء، وأيضا ما هي الجهات التي تدعمكم وتسندكم في مساعدة هؤلاء النازحين؟ حقيقة التدخلات التي قمنا بها خلال الفترات السابقة في عدة مجالات. تم إنشاء أكثر من مخيم وإدارته والإشراف عليه. تم في مخيم الخانق في حينها بناء 3 مدارس مع عيادة صحية مع شبكة مياه. ائتلاف صنعاء بشكل عام منذ 2016 وإلى اليوم يوزع شهريا 1,100,000 لتر لأكثر من 2,000 أسرة في مشروع مجال المياه والإصحاح. قمنا بإنشاء أكثر من مدرسة بديلة. يعني الفترة الأخيرة في الشهر الماضي افتتحنا 2 مدارس بديلة في محافظة مأرب، يشملوا نازحي محافظة صنعاء وبقية النازحين. تم إنشاء 3 مدارس بديلة في مخيم الخانق، في حينها إنشاء مدرسة أخرى في مخيم الميل. العام الماضي تم إنشاء كذلك مدرسة بديلة في مخيم السيداء مؤخرا. التدخلات كذلك في مجال الإيواء، يعني نستطيع نقول بذلنا كل جهودنا في توفير أعداد كبيرة من الخيام ومواد الإيواء والمأوى، لكن حقيقة الفجوة كبيرة وما زالت مستمرة يعني إلى اللحظة. هؤلاء النازحون، تخيل معي نازح يعيش داخل خيمة أو داخل شبكية صغيرة، بعض الأوقات فيها 2 إلى 3 أسر. بعض الأسر هي الآن في النزوح الرابع وبعضهم في النزوح الخامس، لأنه كلما انتقلوا إلى مكان ونحرص أن يكون مكان آمن تطورت الأحداث ووصلت إليه بعض القذائف للأسف الشديد. بذلنا كل وسعنا في ائتلاف صنعاء بالشراكة مع عدد من الشركاء، سواء في السلطة المحلية في محافظتي صنعاء ومأرب أو الوحدة التنفيذية أو بعض المنظمات المحلية والدولية. حقيقة المأساة كبيرة وقدرتنا ضعيفة أمام الفجوة الكبيرة التي الحاصلة اليوم. نعم، أمين الشامي الأمين العام لائتلاف صنعاء للإغاثة والتنمية، شكرا جزيلا لك.